الثقافة اليدوية ليها دور كبير في الحفاظ على التراث الثقافي لأي مجتمع. هي مش بس شغل يدوي، دي كمان بتكون جزء من هوية الشعوب وبتعكس تاريخهم. اليدوية بتدي فرصة للإبداع والتصميم، زي لما يصنعوا حاجات من الخيوط أو الخزف أو الخشب، فده بيعزز التنوع في السوق وبيخلي كل منتج مميز وله طابع خاص. كمان الحرف اليدوية بتساهم في الاقتصاد المحلي وبتخلق فرص عمل. لكن مع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا، في حاجات كتير من الحرف اليدوية اختفت أو بقت نادرة، زي الحياكة التقليدية وصناعة السجاد اليدوي والحدادة. كل دي حاجات كان فيها ناس مهرة، بس دلوقتي المصانع حلت محلها لأن الإنتاج بيكون أسرع وأرخص. ده بيخلي كتير من الحرفيين ما يلاقوش فرص. عشان كده الحكومة بدأت تدعم الحرف اليدوية عشان ما تختفيش. الدعم ده بيشمل إقامة معارض ورش تعليمية عشان الناس تعلم الحرف دي، كمان بيوفروا فرص تسويق للحرفيين عشان يقدروا يبيعوا شغلهم فيه. دعم الحكومة مش بس فلوس، ده كمان بيشمل تدريب الشباب على الحرف دي وتنظيم ورش لتعليمهم مهارات جديدة. ومع استمرار الدعم، الحرف اليدوية هتستمر وتزدهر.